السلام عليكم. بعد نحو 9 شهور من المناكفات والمكايدات السياسية عقب تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أخيرا شكل اللبنانيون حكومة أسمتها بعض المنافذ الإعلامية بحكومة الوحدة الوطنية. وبالرغم من أن الآلية التي شكلت بها الحكومة بما فيها عمليات التوزير خضعت لمنطق القوة السياسية والميدانية، فإن عددا لا بأس به من اللبنانيين يعلقون آمالا على هذا المولود في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تنتظر البلد. مكافحة الفساد وتوفير الشروط والمتطلبات اللازمة من أجل الحصول على القروض الدولية التي جمعت للبنان في مؤتمر باريس هي مثابة عنق الزجاج الذي لا بديل عن الخروج منه بالنسبة لحكومة الحريري. لكن هل هذا الخروج ممكن في ظل الواقع السياسي الجديد الذي يصفه مراقبون للشأن اللبناني بأنه تكريس عملي لمنطق الغالب والمغلوب في الساحة اللبنانية التي هي أحوج إلى التوافق أكثر من أي شيء آخر؟ هذا هو السؤال المحوري في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد. مدة طويلة كثير. مخاض عسير دام نحو 9 أشهر تمخض عن حكومة لبنان الجديدة بعد صراعات وتجاذبات وإرادات دولية تريد فرض أجنداتها في لبنان. رئيس الوزراء سعد الحريري وصف الحكومة الجديدة قبل تشكيلها بأنها سترضي اللبنانيين، مؤكدا أن البلد لم يعد يحتمل التأخير في تشكيل الحكومة، لكن هذا التأخير يرجع جزئيا إلى أسباب داخلية مدفوعة بقضايا إقليمية أوسع، خاصة فيما يتعلق بالصراع بين المملكة العربية السعودية وإيران، فالصراع بينهما يزداد تعقيدا وشدة إزاء لبنان. من جانب آخر، فإن ميليشيا حزب الله الذي طلب تمثيلا أكبر في الحكومة الجديدة حصل على 3 وزارات وسط تحذيرات أمريكية، إذ نقلت وسائل إعلام في الولايات المتحدة عن مسؤول في وزارة الخارجية أنها تشعر بالقلق من تولي حزب الله وزارة خدمية في الحكومة الجديدة، في إشارة إلى وزارة الصحة، وأن واشنطن ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات اللبنانية لا تذهب إلى دعم الحزب. رويترز أكدت في تقرير لها أن اتساع سلطة ميليشيا حزب الله في لبنان يعكس النفوذ الإيراني المتزايد في محور يمتد من طهران عبر بغداد وحتى دمشق. من جانبه، أرجى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة كانت مرتقبة إلى لبنان بسبب مواقف لبنانية لا تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الخلافات والصراعات العربية، وهي السياسة التي حصل التفاهم عليها بين فرنسا ولبنان أثناء زيارة سابقة للرئيس اللبناني ميشيل عون إلى باريس، والتي تدلو بدلوها وتتدخل هي الأخرى في الساحة اللبنانية. كل ما أحاط ويحيط بتشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة يتطلب منها أن تخرج بمعطيات عن تغيير حقيقي يخدم الشعب اللبناني. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ يحيى بوزيدي الباحث السياسي الجزائري، معي من بيروت عبر الهاتف الصحفي قاسم قصير، وعبر سكايب كل من السيدة سوسن مهنا الكاتبة الصحفية والأستاذ وائل نجم الباحث السياسي. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ بالاستوديو. التفاعلات الدولية والإقليمية وحتى اللبنانية التي يعني سبقت ورافقت تشكيل الحكومة اللبنانية، هل تدفع المراقبين، تدفع الجميع إلى التصديق بأنها بالفعل حكومة وحدة وطنية، أم هي حكومة توافقات دولية وإقليمية؟ ما أعتقد أن هذه الحكومة كما حال الحكومات السابقة هي حكومة توافقات، سواء داخلية أو خارجية، لا يوجد أي تغيرات سواء على المستوى الإقليمي والدولي أو على المستوى الداخلي التي تجعلنا نقول بأنها حكومة وحدة وطنية، بدليل أن كل الأطراف الإقليمية والدولية متخندقة خلف مواقفها خلف رؤاها. لذلك هي أنا أرجح أنها أو أميل للقراءة التي تقول أنها حكومة توافقات وليست بالحكومة الوحدة الوطنية، ولا ينتظر منها الكثير في وفق ما سوق رسميا. لماذا هي حكومة توافقات؟ يعني توافقات، من هي القوى التي توافقت على إنضاج هذه الحكومة بعد 9 أشهر من المناكفات والخلافات والجدالات والصراعات السياسية سواء المحلية أو امتداداتها الإقليمية؟ تقريبا يعني لا يوجد اختلاف كبير بين هذه الحكومة والحكومات السابقة، وهذه المناكفات كما سبق ووصفت في التقرير هذه محهودة في السياسة اللبنانية وتعتبر إحدى مميزاتها وخصائصها، وأيضا هي إحدى يعني الواجهة للحسابات الإقليمية والدولية. لذلك لا
لا توجد أي جديد في هذه الحكومة، بدليل أن كل الأطراف تقدمت قليلا في أهدافها وأيضا تراجعت قليلا بالنسبة للاستئذار وغيرها. بالعكس، هناك وفق الحسابات الدولية نلاحظ يعني رغم أن كل الأطراف الإقليمية التي تدعم الأطراف الداخلية السعودية بشكل خاص تعاني من بعض المشكلات، سواء الإخفاقات في اليمن أو مشكلة اغتيال الحريري، إيران أيضا تعاني من عقوبات دولية، فكل الأطراف هذه التي لها باع وتأثير أكبر في الساحة اللبنانية لديها مشكلة كبيرة، انعكست بتراجع مختلف الأطراف داخليا جزئيا، ليس تراجع كبير، والتوافق على حلحلة الخلافات التي كانت علقت تشكيل الحكومة لمدة 9 أشهر. طيب دعني أسمع رأي وائل نجم من بيروت. أستاذ وائل، يعني الحريري بعيد تشكيل الحكومة قال على أول تغريدة على تويتر كانت له: الآن بدأ العمل. هذا ما قاله الحريري وانتهى العلاج بالمسكنات، بينما وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي قال: الآن بدأت المعركة وبدأ العمل على إنهاء الهيمنة وإنهاء الخلل الحاصل. ونحن بدورنا نقول، نسأل: هل تشكيل الحكومة وفق الآليات والحيثيات التي رافقتها هي بداية للاستقرار السياسي في لبنان الذي أحوج ما يكون إليه الآن، أم هي بداية لاحتراب سياسي برأيك؟ أولا تحية لك وللضيوف الكرام معك ولمشاهدي قناة الرافدين. الحكومة طبعا بعد 9 أشهر على هذا المخاض الطويل وعلى تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها، وردت بمنطق المحاصصة بين القوى السياسية الموجودة والقائمة والممثلة في المجلس النيابي، أغلب القوى السياسية طبعا، والتي لها امتدادات أو الكثير منها له امتدادات في الإقليم أو على المستوى الدولي. هل هذه الحكومة حكومة ستبدأ العمل وسترسي نوع من الاستقرار؟ بالطبع لبنان بحاجة كان إلى تشكيل حكومة حتى يستقر أقل على المستوى الاقتصادي إن لم يكن على المستوى السياسي. الاستقرار الأمني موجود وممسوك سواء بمعادلة داخلية أو معادلة خارجية. لا أظن أن هذه الحكومة سترسي نوعا من الاستقرار الطويل في البلد على المستوى السياسي، ولكن لكل قوة سياسية من القوى الموجودة والممثلة في الحكومة. لماذا لن تتمكن من إرساء الاستقرار السياسي على المدى الطويل برأيك؟ ببساطة لأن هذه الحكومة هي حكومة المحاصصة التي ولدت من خلال المحاصصة بين القوى السياسية. نحن ندرك أن الموضوع أخذ مد وجزر. لكن هذا هو منطق لبنان التاريخي، يعني هذا هو منطق لبنان التاريخي. وهذه القوى الموجودة داخل الحكومة اليوم هي حكومة قوى متناقضة فيما بينها في رؤيتها لكثير من الأمور الموجودة سواء في الداخل اللبناني أو على مستوى الإقليم أو على مستوى العلاقات الدولية، وبالتالي لا يمكن لهذه الحكومة أن ترسي نوع من الاستقرار السياسي الحقيقي في البلد. سنجد أن كما تفضلت قبل قليل الأستاذ وليد جملاط منذ اللحظة الأولى قال أنه يريد إنهاء الهيمنة، لأنه يعتبر أن فريقا سياسيا يمثل له فريق رئيس الجمهورية التيار الوطني الحر يريد أن يفرض نوع من الهيمنة داخل الحكومة اللبنانية بالتنسيق ربما مع رئيسها الحالي سعد الحريري. وبالتالي نحن منذ اللحظة الأولى بدأنا نخوض معركة سياسية لإنهاء هذه الهيمنة بحسب الأستاذ وليد جملاط، وبالتالي هذا لا يرسي نوع من الاستقرار في الداخل. الحكومة خاضت مخاض طويل عريض جدا أثناء تشكيلها على مسألة القوى السياسية التي يمكن أن تمتلك داخل هذه الحكومة. أستاذ وائل، يعني عندما يهاجم، يعني نقطة مهمة أنت أشرت إليها، عندما يهاجم وليد جنبلاط حالة الهيمنة من قبل التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشيل عون، السيد ميشيل عون، يعني بماذا تفسر غضب السيد وليد جنبلاط من هذه الهيمنة بين قوسين للتيار الوطني الحر الذي يتزعمه ميشيل عون، مع أنه كان يطالب بإبعاد الهيمنة الإيرانية؟ أليس الأفضل أن يكون هناك هيمنة بأجندة وطنية لفريق لبناني محلي، بدلا من أن يكون هناك بين قوسين هيمنة خارجية للإيرانيين من خلال نوافذهم وأذرعهم في لبنان مثلا؟ وهذا رأي مطروح في الساحة. تتداخل في هذه القضية تتداخل الحسابات الداخلية مع الحسابات الإقليمية. في الحسابات الداخلية
الأستاذ وليد جملاط يعتبر أن التسوية التي حصلت بين الرئيس سعد الحريري والرئيس ميشيل عون ربما تكون في بعض الأحيان على حسابه، وشعر بهذه المسألة من خلال تشكيل الحكومة ومن خلال محاولة إذا صح التعبير تقويض تمثيل الأستاذ وليد جملاط في الوسط الدرزي، ومن خلال إعطائه حكومة وزارتين في الحكومة فقط، ونوعية الوزارات التي أعطيت لمن يعتبرهم منافسين له حساسة جدا بالنسبة إليه، ولذلك بدأ منذ اللحظة الأولى هذه الهجمة السياسية على الرئيس، نعم. على التيار الوطني الحر وعلى الرئيس سعد الحريري. هذه في الحسابات الداخلية، ولكنه لا يلغي منطق الحسابات الإقليمية أيضا التي تتداخل في الداخل اللبناني، وهو في ذات الوقت لا يريد هيمنة على الحكومة اللبنانية لا من إيران ولا من غيره. طيب دعني أسأل سوسن مهنة، تنضم إلينا الآن من بيروت، أجدد الترحيب بك أستاذة سوسن. إلى أي مدى هناك قناعة في الشارع اللبناني، سواء كان سياسيين أو مواطنين في الشارع، إلى أي مدى هناك قناعة بأن هذه الحكومة تعكس تمثيلا حقيقيا للقوى السياسية في لبنان؟ التوزير، عملية التوزير. نعم، مساء الخير. أهلا وسهلا. قبل كل شيء خلينا نقول نتكلم كيف نشأت هذه الحكومة أو كيف تمت ولادتها. يعني الحكومة صحيح استغرقت 9 أشهر كي تولد، ولكن أحسسنا بمرحلة من المراحل أنه كان هناك أمر عمليات صدر بلحظة معينة عندما تم إعلان أسماء الوزراء، ويلاحظ أنه أكثر من طرف انضم إلى هذه الحكومة على مضض وعلى عن غير اقتناع كافٍ، ولكن جميع الأطراف فضلت المشاركة على البقاء خارجاً، وبالتالي العزل أو الزيادة من خسائرها. الحقيقة أن الحكومة لم تشكل إلا عندما أراد حزب الله ذلك، ظل يماطل حتى دفع بالرئيس سعد الحريري إلى القبول بالوزير السني اللي هو وزير عن 8 أذار، ولكن على الأقل كان الحريري كان حاسماً في موضوع أنه يريد هذا الوزير من غير حصته، فجاء من حصة رئيس الجمهورية. الأطراف اللبنانيون، المواطن اللبناني غير مقتنع تماماً بالوجوه أو بالمشاركين، لأن بلشت المناكفات أو المماحكات قبل أن تبدأ الحكومة أو قبل أن يصدر بيان الوزاري. نعم نعم طيب، لكن هناك حديث كثير يعني حقيقة عن موضوع وزارة الصحة وسيطرة حزب الله على هذه الوزارة، وتخصيص رابع أكبر ميزانية من الموازنة اللبنانية العامة لوزارة الصحة، وهي وزارة في النهاية خدمية، وثمة ارتباط بين إمكانية استفادة حزب الله من هذه الوزارة ووضع تشديد العقوبات الأمريكية عليه كمنظمة إرهابية. كل هذا نريد أن نبحثه بعد هذا الفاصل، لو سمحتم لنا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال هذا الحديث. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله مشاهدينا الفاضلين، هذه عودة لمتابعة الحديث عن المشهد اللبناني في ضوء تشكيل الحكومة الراهنة. أذهب إلى الأستاذ وائل نجم، يعني حديث كثير هاج وماج الإعلاميون والمراقبون والصحفيون وحتى بعض أطراف من الشارع اللبناني عن موضوع وزارة الصحة، أن حزب الله سيطر على هذه الوزارة وأنه سيستعملها في خدمته إلى آخره. لماذا قبل وزارة الصحة أن حزب الله يعني سيطر على الحكومة اللبنانية، وقيل حتى أن بعض المراقبين قال هذه حكومة حزب الله وليست حكومة وحدة وطنية، لماذا كل هذا التشنيع على الحزب بالرغم من أن الحزب حصل على حصته مثل ما حصلت باقي التيارات والأحزاب السياسية على حصصها في النهاية؟ هو الحقيقة يعني حزب الله يسيطر بشكل شبه كامل على الحياة السياسية في لبنان، وهذا شيء معروف. وعندما شغر موقع رئاسة الجمهورية التكافل والتضامن بين التيار الوطني الحر وبين حزب الله،
عطل انتخاب رئيس جمهورية لأكثر من سنتين ونصف، عندما لم اشترطوا أن يتم انتخاب الرئيس ميشيل عون حتى يتم حضور جلسة انتخاب الرئيس. في موضوع الحكومة، هناك من يذهب ويتهم ويقول إن حزب الله هو من كان يعرقل ويعطل تشكيل الحكومة حتى يكون له ما يريد في هذه الحكومة، وبالتالي عندما كان له ما أراد تم تشكيل هذه الحكومة وتم إعلان هذه الحكومة. نحن ندرك في لبنان أن حزب الله يؤثر بشكل كبير جدا في الحياة السياسية اللبنانية، وإن كان لا يخضع كل هذه الحياة السياسية إلى إرادته وإلى مشيئته. فيما يتصل بموضوع حزب الله، قوة سياسية موجودة انتخبت وفق النظام الانتخابي الذي أقرته القوى السياسية اللبنانية والحكومة اللبنانية السابقة، وهو يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين خاصة في الوسط الشيعي، وجرت الانتخابات وهو عنده كتلة نيابية أظن 13 نائبا موجودين في البرلمان اللبناني، حاز على 3 وزراء في هذه الحكومة، دخل منطق المحاصصة كالقوى السياسية الأخرى، ومنذ اللحظة الأولى تشبث بمطلب أنه يريد وزارة الصحة. هل نستطيع أن نحكم الآن على أداء حزب الله في هذه الوزارة؟ هناك من يذهب وليقول لكن أن الحزب أستاذ وائل، قبل الوزارة يعني حزب الله بما لديه من قوة سياسية وميدانية وامتدادات إقليمية قوية وتؤثر على المشهد السياسي اللبناني، مع ذلك ورغم كل هذه المعطيات لم يحصل إلا على 3 وزارات، وهي يعني لا تتكافأ مع حجمه السياسي والميداني على الأرض. ألا ترى أن هناك نوع من المبالغة في نسب هذه الحكومة لحزب الله؟ هو الحقيقة كما قلت لك، حزب الله يسيطر شئنا أم أبينا، اعترفنا أم لم نعترف، بشكل كبير جدا على القرار السياسي اللبناني وعلى المشهد السياسي في لبنان. شاء اللبنانيون ذلك أم لم يشاءوا، اعترفوا بهذه الحقيقة أو لم يعترفوا. وقد ضربت لك مثلا في هذا الموضوع مسألة انتخاب الرئيس، انتخاب الرئيس ميشيل عون أكثر من سنتين ونصف أو تقريبا حوالي سنتين ونصف لم يتم انتخاب الرئيس، لأن إرادة حزب الله وإرادة تيار الوطن الحر معه منعت الحضور في المجلس النيابي، وعطلت الحضور في المجلس النيابي وتأمين النصاب القانوني لانتخاب الرئيس. وعندما تم الاتفاق في التسوية التي حصلت على انتخاب الرئيس ميشيل عون سارت الأمور، لأنه كان مرشح حزب الله. في هناك من يذهب كما قلنا إن الحكومة لم تشكل إلا بقرار عندما وافق حزب الله على هذا الموضوع. نحن نعترف في لبنان ونشعر في لبنان أن الحزب يسيطر بشكل كامل، وهو يزهد في المواقع التي تظهر للناس، وهذا معروف. أنا أقول بالنسبة لوزارة الصحة تحديدا، حزب الله أخذ هذه الوزارة من ضمن منطق المحاصصة بين القوى السياسية، وهذا للأسف دخله الحزب منطق المحاصصة. ولكن لا نريد أن نحكم على هذا الموضوع كيف سيتعامل حزب الله مع هذه الوزارة الخدماتية المهمة إلا بعد التجربة. سنجد سنتابع ونرى إذا كان حزب الله سيتعامل مع هذه الوزارة كما تتعامل القوى السياسية. على كل حال، هو رفع شعار مكافحة الفساد، واعتبر أن معركته الأساسية في هذه الحكومة وفي المرحلة المقبلة هو مكافحة الفساد في لبنان. وللأسف هناك الكثير من حلفاء حزب الله في القوى السياسية اللبنانية يتهم بشكل واسع بأنه يرتكب الكثير من الفساد في الإدارات اللبنانية. نحن سنحكم على أداء حزب الله في هذه الوزارة أو على حزب الله في هذه الوزارة من خلال الأداء الذي سيقدمه. الوزير الذي رشحه الحزب لهذه الوزارة أخطأ، أنا بتقديري خطأ كبيرا في أول تصريح له، عندما أشار في هذا التصريح أنه أتى إلى هذه الوزارة ليخدم البيئة التي ينتمي إليها والمحيطة فيه، وربما استدرك بعد ذلك ووضح أنه يريد أن يخدم كل اللبنانيين. وحتى أمين عام حزب الله في حديث له بعد ذلك ركز على مسألة أن الوزارة هذه وغيرها من الوزارات التي بحوزة الحزب ستكون في خدمة كل اللبنانيين. إذن سنحكم على الحزب من خلال الأداء الذي سيقدمه في هذه الوزارة. طيب، ونحن سنحلل أيضا موضوع وزارة الصحة، مزيد من التحليل مع السيدة سوسن، مع الأستاذة سوسن. لكن قبل ذلك أسأل يحيى بوزيدي، يعني واشنطن صرحت قبل تشكيل حكومة على مدى الأشهر التي سبقت هذا التشكيل أنها لمحت إلى أنها لن تقبل بإشراك حزب الله في الحكومة، لكن مع ذلك في النهاية أشرك حزب الله وسكتت وتم تمرير هذا الأمر. هذا المعطى هل يمثل برأيك انتصارا جديدا للسياسة الإيرانية الخارجية في الساحة اللبنانية هنا بعد سوريا واليمن وإلى آخره، أم أن سكوت الأمريكيين والسعوديين هو وراءه مساومة قد نرى آثارها في ملفات أخرى في المنطقة؟
تقريبا يصعب التكهن بالشق الثاني إذا كانت فيه مساومة، لأننا سنتركها للزمن وحتى تظهر، لكن في الشق الأول مرحليا إلى حد الساعة يمكن بهذه الطريقة حساب على أنه انتصار لحزب الله على غرار ما حصل في سوريا والقبول وإعادة تأهيل الأسد وغيره. لكن أود بالنسبة لموضوع التهديد التخوف الإدارة الأمريكية من توظيف حزب الله وزارة الصحة لخدمته مصالحه، أود أن أعلق على بعض الجزئيات في هذا الموضوع. أولا يجب أن أشير إلى أن حزب الله لا نأخذ بعين الاعتبار الجانب الشكلي أو القانوني على لديه ثلاث وزارات حتى نحكم على وزنه وثقله، باعتبار يجب أن نأخذ الصورة الكلية، وهناك الجناح الذي يعبر عنه سواء في رئاسة الجمهورية سواء في وزارة الخارجية سواء في الكتلة النواب الستة التي أسندت لها وزارة اللاجئين والمرتبطة بشأن خارجي. إذن لما نأخذ هذه الأمور مجتمعة فإن فعل حزب الله يؤثر بشكل قوي. اختيار وزير الصحة نصر الله يعلق على الموضوع، يقول أن وزير الصحة نحن من اقترحه لكنه ليس منتمي حزبيا، غير أنه إن نعرفه قديما أنه محل ثقة أنه متدين، يعني ماذا يبقى حتى نقول أنه ينتمي إلى حزب الله إلا مشاركته أيضا في المعارك إلى جانب الحزب. إذن فالوزير هو في النهاية بغض النظر عن الجانب الشكلي هو ينتمي إلى الحزب عمليا. الفكرة أنه غير منتمي هذه ربما يمكن أن نفهمها أنها خطوة استباقية من حزب الله لتجنب العقوبات، باعتبار أن ما يحصل مع إيران والإدارة الأمريكية رغم تصريحها هذا، لكن المشكلة في أن حزب الله الآن هو كما سبق وأن أشار الضيوف هو جزء من المجتمع. يعني أي عقوبات يريد أن يتجنبها حزب الله وهو أمريكا شددت العقوبات عليه، يعني تكاد تخنقه ماليا. هو المشكلة أن تخنقه ماليا لما يكون مرتبط بالحزب لوحده، لكن لما تكون في 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 إدارة وزارة وغير متداخلة فالآن هو إن صح التعبير يتخندق خلف الحكومة، خلف الواجهة الحكومية، خلف الشرعية التي يمثلها شعبيا وغيرها. حتى من هذه الناحية يصعب تطبيق حكم العقوبات عليه، لأن أي عقوبات ستفرض على وزارة الصحة ستنعكس على هذه الوزارة وبالتالي على كامل اللبنانيين وليس حزب الله دون غيره. لذلك من هذا المدخل يصعب أن نتحدث عن عقوبات أمريكية مؤثرة على حزب الله في موضوع وزارة الصحة تحديدا. طيب أريد هنا أن أسأل سوسن المهنة. سوسن، يعني هناك تخوف كبير من قبل اللبنانيين من إمكانية احتمال أن يستعمل حزب الله وزارة الصحة، يعني أريد أن أسألك عن ما المبرر وراء هذه وراء هذا القلق والخوف الشديد من قبل اللبنانيين، علما أن الأمريكيين هددوا حزب الله من أي تفكير في استعمال هذه الوزارة لمصالحه الشخصية، بل إن مساعد وزارة الخزانة الأمريكية مساعد وزير الخزانة الأمريكية قال سنراقب أداء حزب الله وإياه بين قوسين أن يقترب من استعمال أموال هذه الوزارة لمصالحه الشخصية. لماذا كل هذا الخوف من قبل اللبنانيين؟ الحقيقة سيدي أن هذه الحكومة تعكس التوازن الحقيقي للقوى السياسية في البلد، وهو توازن لا يحتاج لإثبات أن حزب الله حصل على ما يريد وهو الممسك بالقرار السياسي. أما بالنسبة لوزارة الصحة، لم يعد خافيا على أحد أن الحزب يعاني من أعباء مالية، وهذا يتجلى بوضوح بأنه أقام بدمج مراكز المقاومة تخفيفا من الأعباء المالية، كما الحديث الذي لم يعد سرا أنه تأخر عن دفع مستحقات عوائل الشهداء والجرحى والمتقاعدين اللي هم محاسبين ومقصرين. إذن أراد وزارة الصحة أولاً لأنه عائد من حرب في سوريا وهو يعني عنده أعداد هائلة من الجرحى ويريد أن يقوم بعلاج أو تطبيب. ثانياً يعني في انعكاس في حزب الله طبعاً هو شريك أو حليف لإيران، وإيران عليها عقوبات مالية بالتالي خففت من دعم حزب الله. قد يكون حزب الله يريد هذه الوزارة أولاً لمساعدة مناصرين أو محاذبين، ثانياً لإعادة وصل من قطع بينه وبين مناصريه، لأن بالانتخابات النيابية التي حصلت عام 2018 في أيار الماضي
شاهدنا معارضة شديدة لحزب الله من قبل مناصريه ومن قبل المحاذبين الموجودين في المناطق، خاصة في معلبك الهرمل. كانوا يتهمون الحزب بمركزية القرار وبمركزية المساعدات، ربما يريد وزارة خدماتية دسمة كوزارة الصحة كي يساعد هؤلاء المناصرين الموجودين في المناطق النائية. يعني أنه يرسم للانتخابات القادمة، وطبعا نحن نعلم أن هذه الحكومة هي حكومة انتخابات، انتخابات سوف تحصل بعد 2.5 سنة من الآن. لكن يقول السيد نصر الله أن هذه الوزارة هي لكل اللبنانيين، هنا سؤال يسأل، هل فعلا هذه الوزارة هي لكل اللبنانيين وهو كحزب بمؤسساته الخاصة لا يستقبل مرضى الضمان الاجتماعي، مرضى الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي اللبناني؟ يعني هنا سؤال يسأل، سوف يكون تحت المجهر حزب الله وممارسته في هذه الحكومة، في هذه الوزارة. لكن بالنسبة للعقوبات، هذه ليست المرة الأولى التي يستلمها حزب الله وزارة خدماتية كوزارة الصحة، وعنده شباب والرياضة وقبل وزارة الصناعة، ولم يجري عقوبات عليه من عندما كان مستلم هذه العقوبات. فهون بدنا نشوف إذا عن جد الولايات المتحدة جدية بتعاطي عقوبات أم لا، كما أن حزب الله ووزيره اللي هو الدكتور جميل طبق سوف يكون تحت الفكر، إذا كان فعلا سوف يكون لكل اللبنانيين كما قال السيد حسن. ولكن سبق السيد حسن الموضوع وقال أنه سوف يذهب إلى إيران لجلب الدواء ولجلب المساعدة من إيران. يعني هون نحن كمان أمام عدة أسئلة، إيران تخضع لعقوبات وحزب الله يخضع لعقوبات، فكيف سيكون أداء هذه الحكومة مع حزب الله؟ طيب نبقى في موضوع وزارة الصحة. أستاذ وائل، يعني إذا ما كان حزب الله وعلى لسان رأسه الأمين العام حسن نصر الله قال إن هذه الوزارة ستكون لكل اللبنانيين، بماذا تفسر استماتة الحزب على تحصيل وزارة الصحة، علما أن المعروف المتعارف عليه من غير أن يصرح به أن كل مطالب الحزب تقريبا قبيل تشكيل حكومة في عملية مفاوضات على تشكيل الحكومة كلها لبيت مطالب الحزب، بالرغم من ذلك أصر على الاستحواذ بين قوسين أيضا على وزارة الصحة. يعني إذا ما كانت هذه الوزارة لكل اللبنانيين، لماذا أراد أن يأتي رجله إلى هذه الوزارة؟ وهل ثمة علاقة بين هذه الرغبة وبين تخصيص رابع أكبر ميزانية بين الوزارات لهذه الوزارة التي يرى كثير من المراقبين أنها لا تحتاج إلى هذا القدر من الأموال؟ يا سيد الكريم، حزب الله أنا تقديري دخل منطق المحاصصة، وهو طيلة الفترة الماضية كان يطعم أنصاره ويطعم ويقدم لجمهوره ولبيئته وللناس المحيطة به وعود وانتصارات، سواء في سوريا أو في لبنان أو على جبهة الجنوب مع الكيان الإسرائيلي أو ما سوى ذلك، في حين أن الخدمات لم تكن تقدم من طرفه بشكل فعال وأساسي، كانت محتكرة من قبل قوى سياسية داخلية أخرى وخاصة شريكة له في الساحة الشيعية. وبالتالي الحزب اليوم أمام الوعود وأمام المطالبات من جمهوره وما سوى ذلك، هو دخل منطق المحاصصة، وهو يريد أن يقدم لجمهوره ولبيئته وليظهر أنه أيضا هو يستطيع أن يقدم الخدمات ويؤمن الخدمات وربما بشكل أفضل مما يقدمه غيره من القوى السياسية الأخرى. ولذلك عندما ارتضى أن يدخل منطق المحاصصة مع القوى السياسية الأخرى أراد أن يأخذ حصته هناك. لو أخذ حزب الله وزارة الأشغال لكنا أمام أيضا نحن أمام جدل وأمام نقاش، لماذا حزب الله يصر على وزارة الأشغال؟ لو أخذ وزارة الشؤون الاجتماعية وهي أيضا من الوزارات المهمة وذات الميزانيات المرتفعة لكنا أيضا أمام هذا الموضوع. فإذا هو عندما دخل منطق المحاصصة أراد أن يأخذ حصة دسمة في هذه الحكومة وركز على وزارة الصحة لأنه يريد أن يقدم خدمات أنا بتقديري الشخصي كغيره من القوى السياسية الأخرى، لأن جمهور الناخبين في لبنان في كل الساحات خدمات لحاضنته، تقصد لحاضنته ولغير حاضن. أنا أقول سنحكم على أدائه لأنه أيضا هو تعهد أمام كل اللبنانيين أنه سيخوض معركة الفساد في المرحلة المقبلة، هو سيخسر. أنا تقديري الشخصي إذا ذهب باتجاه أن يخدم الحاضنة الشعبية الخاصة به فقط من خلال هذه الوزارة سيخسر خسارة مدوية في مسألة الشعار الذي رفعه في مسألة مكافحة الفساد في الداخل اللبناني. فهو أنا بتقديري ملزم أن يقدم الخدمات لكل اللبنانيين وأن يقدم صورة ناصعة عن أداء وزيره في هذه الوزارة،
أنا بتقديري سنحكم على هذا الموضوع فيما بعد، ولكني أقول الحزب دخل منطق المحاصصة، ومنطق المحاصصة هو الذي جعله يطالب بوزارة مهمة من الوزارات حتى يقدم خدمات. منطق المحاصصة إلى أي مدى يمكن أن يقف عقبة في طريق الحرب على الفساد التي أعلنها سعد الحريري وحتى حسن نصر الله في خطابه الأخير؟ لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل، وهذا الموضوع سنناقشه في المحور الأخير، قبل ذلك إلى أي مدى برأيك وأنت المتابع بات حزب الله بمقدوره الالتفاف على العقوبات الأمريكية عليه، العقوبات الأمريكية المالية تحديدا بعد هذه المحاصصة وبعد حصوله على هذه الأموال من خلال وزارة الصحة؟ لست أنا من أقول حصولي على الأموال، وإنما حصول وزارة الصحة على الأموال واتهام خصومه له بأنه حصل هو على هذه الأموال من وراء وزارة الصحة. إلى أي مدى يمكن أن يلتف على العقوبات الأمريكية؟ تقريبا هذه المسألة مسألة تقنية. الآن هم الأمريكيين يحذرون من توظيف الأموال الوزارة إلى لصالح الحزب، فهنا هذه المسألة تقنية ويصعب يعني المرور عليها بسهولة، لذلك ستكون هناك متابعة لكل إجراءات المتعارف عليها من هذا الجانب، وأي نشاط من هذا الاتجاه خاصة لما نقول توظيفها لصالحه لا شك أنها سيكون رقم نسبيا كبير ولا يمكن إخفاءه، وأيضا حتى أن سيتضرر بعض الأطراف من السياسية المعارضة له داخليا، وستندد بأي تجاوزات من هذا القبيل. فمن هذا الإطار يعني يصعب الحديث عن عقوبات تكتشف هذه التجاوزات من حزب الله إن صح التعبير داخل الوزارة، لأنه أمر صعب. وربما الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياسة ترامب تجاه إيران ستجعل منها، حتى وإن لم تكن هناك مؤشرات يعني منطقية على فعلا وجود فعلا توجيه أموال الوزارة لصالح الحزب، لكن يمكن يعني في سياق هذه الحملة من طرف ترامب على إيران أن يأخذ هذا ذريعة ويشترط خروج أو نزع هذه الوزارة من عن حزب الله لدعمها وغيره، أو عدم إجراء أو اتخاذ عقوبات اتجاه الحزب. نعم، حاليا بعد تشكيل هذه الحكومة التي قال مراقبون أنها شكلت وفق منطق المحاصصة الطائفية أو التوازن الطائفي، رفعت هذه الحكومة على لسان سعد الحريري رئيسها مكافحة شعار مكافحة الفساد، وكذلك تحدث عن هذا الموضوع حسن نصر الله. إلى أي مدى يمكن أن يلتقي مكافحة الفساد مع منطق التوازن الطائفي؟ هذا ما نبحثه بعد قليل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ وائل، اليوم الحريري يرفع لواء مكافحة الفساد وتطبيق مقررات مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، وهو المؤتمر الذي وفر مبلغا بقيمة تقريبا 11 مليار دولار، أكثرها على شكل قروض وليس منح، لكن الدعم الدولي مشروط بسياسة اقتصادية محددة وبأن تكون الحكومة هذه شاملة ومستوفية لجميع اللبنانيين. إلى أي مدى تستطيع الحكومة الجديدة الوفاء بالمتطلبات الدولية في المرحلة المقبلة للحصول على هذه القروض التي هي بحاجة ماسة لها؟ على كل حال يعني هذه القروض كما تفضلت ومؤتمر مقررات مؤتمر باريس اشترطت هذه المسألة، وهي على هيئة قروض وعلى هيئة مشاريع أيضا سيتم مراقبة تنفيذها بشكل حثيث ودقيق من الدول المانحة والدول المقرضة ومن دول مؤتمر باريس، وبالتالي ربما الحكومة تكون يعني أمام المجهر وأمام مراقبة دقيقة لهذه المسألة. ولكن هل هذا طبعا يضع حد للفساد المستشري في الإدارات وداخل الدولة اللبنانية أم لا؟ أنا تقديري لا يضع حد أبدا لهذا الفساد. للأسف الشديد الفساد المستشري، وكل القوى السياسية اليوم ترفع شعار مكافحة الفساد، ولكن في الممارسة التطبيقية معظم هذه القوى السياسية تنخرط في الفساد إلى شحمة أذنيها، والأمثلة على ذلك عديدة وشواهد كثيرة أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى.
ونحن أمام شعارات، ولكن هذه الشعارات لا تجد طريقا للترجمة الفعلية الحقيقية طالما أن البلد قائم على منطق المحاصصة الطائفية والمذهبية، وطالما أن البلد قائم على منطق الحماية السياسية للذين يكونون في مواقع النفوذ داخل السلطة. كل موقع في أي إدارة، إدارة قضائية أو أمنية أو عادية، محمي من جهة سياسية ومن مرجعية سياسية ولا تستطيع، ومن مرجعية طائفية أيضا. لكن عندما يتعهد اثنان من أكبر قادة السياسيين في لبنان وهما سعد الحريري وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، ألا يعني ذلك بهذا بتمهيد الطريق أمام يعني تحقيق حد معقول ومطلوب لبنانيا ودوليا لمكافحة الفساد، على الأقل للحصول على هذه الأموال؟ يعني أنت تعرف أن لبنان بحاجة في الحد الأدنى لتجاوز مطباته الاقتصادية إلى 23 مليار دولار. هذه الـ 11 مليار دولار قد يعني كما يقول يعني حصى تسند كرسي. ألا يمكن هذا التعهد من قبل حسن نصر الله وسعد الحريري أن يمهد الطريق لمحاربة الفساد بطريقة أو بأخرى؟ يا سيدي، هذه المشاريع هذه يعني تم إقرارها في مؤتمر باريس 5، وبالتالي هذه في متابعة وفي مراقبة، وفي هي ستكون تحت المجهر، سيدفع كل دولار بدولاره كما يقال، كل قرش بقرشه لتنفيذ المشاريع التي أقرت في مؤتمر صدر، وهذا ربما قد يكون يوفر أو يقلل من حجم التأثير على الإنفاق التبذيري وعلى الفساد في مسألة هذه الأموال. ولكن هل يتم القضاء على الفساد المستشري في هذا البلد؟ أنا تقديري من سبع المستحيلات هذا الموضوع، طالما منطق المحاصصة الطائفية والمذهبية، وطالما منطق الحماية السياسية للفاسدين في الإدارات العامة قائم وموجود، وطالما أن التهريب في المرافق العامة، المرفأ والمطار والحدود، مشرع على أبوابه ومحمي من قوى سياسية ترفع شعار مكافحة الفساد، وطالما أن هناك قوى سياسية تشعر بالفقر وتشعر أنها متروكة وتريد أن تعوض خسائرها التي منيت بها خلال السنوات الماضية على المستوى المالي من خلال الإدارات تعول الدولة، فكيف يمكن أن نكافح الفساد؟ أنا بتقديري هذا أمر ليس سهلا، ولكن أيضا الـ 11 مليار دولار التي أقرت في مؤتمر باريس، إذا كان هناك متابعة من الدول المانحة والمقرضة وهناك متابعة لكيفية الصرف، وهذه اشتراطات موجودة في الاتفاقات التي عقدت، فربما يكون حجم الفساد الذي يلحق بهذه الأموال ليس نعم. بحجم الفساد الذي القائم والذي المعروف عنه في البلد. أستاذ وائل، حقيقة يعني مؤتمر سيدر، مؤتمر الدعم التنمية والاستثمار والأعمال سيدر الذي اصطلح على تسميته، لم يطلب شروطا تعجيزية، وإنما طلب إصلاحات في النظام الضريبي والإصلاحات الإدارية. هنا أريد أن أسأل سوسن مهنا، يعني الإصلاحات الإدارية هل يمكن أن سعد الحريري وهو منزوع المخالب إذا صح التعبير بلا سلطة حقيقية بلا قوة حقيقية، يقول بعض المراقبين اللبنانيين إنه يدير حكومة لحزب الله، إذا صح ذلك هل يمكن لي أن يؤدي أداء معينا يمكنه من تحقيق إصلاح إداري ولو في الحد الأدنى لاسترضاء هذه هؤلاء الداعمين والمقرضين الحصول على هذه الأموال التي يحتاجها لبنان اليوم؟ دولار مش 11 مليار من مؤتمرات يعني من الدول المانحة. ثانيا، بالنسبة لسعد الحريري، ماذا بين يدي سعد الحريري ليفعل أكثر ما هو عم يشتغله هلأ؟ الحريري مستلم بلد متعب منهار، هو يحاول أن يحافظ على ما بين يديه أو يحمي هذا البلد من الانهيار التام. بالنسبة لسعد الحريري، كما أسمى هذه الحكومة حكومة أفعال لا أقوال، يريد أن ينهض بهذا البلد، يريد أن يتقدم بهذا البلد، أن يعني يشتغل هذا البلد بعد ما وصلنا لنسبة بطالة ولنسبة فساد عالية جدا. لكن قد يكون سعد الحريري لا يدير حكومة حزب الله لا أبدا، لحد الآن استطاع أن يتلقف كرة نار حاولوا أن يرموها بين يديه وخرج منتصرا. على الأقل فرد عرف هو لا حكومة دون سعد الحريري، فمن بهذا المعنى سعد الحريري إلى الآن هو رجل حاسم وسيد أفعاله. لكن البلد الفساد مستشري فيه، والفساد يتمدد بشكل
التموطي بكل مؤسسات الدولة وبكل الدوائر. سوسن معذرة، يعني أنا أنقل لك كمان رأي آخر، يعني أنت تقولين بأن سعد الحريري ماذا يمكنه أن يفعل والبلد منهار وحالة فساد مستشرية واقتصادي الآخري، لكن هذا الذي تتحدثين عنه مخالف للسان حال السيد سعد الحريري نفسه الذي قال الآن بدأ العمل وانتهى موسم العلاج بالتسكينات. يعني الرجل يقدم مقاربة حدية، يقدم خطابا قويا واثقا بأنه سيغير. هذا اللي أنا عم بحكيه، أنه سعد الحريري يستلم بلد منهار وماطلوا بتشكيل الحكومة 9 أشهر، يعني وصلنا لحيطان مسدودة، فقال أنا لن أبقى مكتوف الأيدي، علي أن أنهض بهذا البلد. هو يفعل يعني يعمل 24/24 لكي ترمل عيون المواطنين اللبنانيين، ترمل هذا الوطن. يعني هو ترك الأمور الخلافية على جنب، في ملفات خلافية كثيرة على طاولة مجلس الوزراء، ولكن هو يريد أن يبدأ بالعمل. بالنسبة لمؤتمر صدر، هناك شروط مشددة وناظمة للتمويل، يعني كل قرش سوف يسأل إلى أين ذهب وكيف استثمر، فما في مجال بالمسار اللي جاي من الدول المانحة أن تذهب للفساد. ولكن المؤسسات الحالية بدها شغل كتير، نحن بلد طائفي وكل طائفي عندها جامعتها منتشرة بكل مؤسسة، فأنت بدك تشيل أول شيء الطائفية السياسية وتبلش تعامل الناس سواسية، مش ناس بسمنة وناس بزيت، بدك تعامل ناس سواسية من شان تبلش تشيل الفساد وتقتلع الفساد. والفساد لا يمكن لهذه الحكومة، يعني منا حكومة سحر، ما في عصا سحرية يعني تنزع الفساد من المؤسسات. الفساد بده عمل دائم وعمل وجهد جبار لنزع الفساد من المؤسسات. لذا يعني الشخصيتان اللي هن سعد الحريري وسيد حسن نصر الله قالوا انه هن ضد الفساد، وكل اللي عم بيحكي ضد الفساد، بس قديه هن فعلا قادرين انه يقطعوا الفساد؟ مش كل ما نحن شلنا مدير عام متابع لطائفه معينه تقوم هذه الطائفه وتقول انتم مستهدفين هذه الطائفه. ففي كثير امور وفي كثير اليات للعمل لنزع الفساد من المؤسسات والادارات الحكوميه في البلد. طيب، تحدثنا كثيرا مع ضيوفنا عن الاقتصاد وعن محاربه الفساد، لكن لا يمكن فصل الحديث عن الاقتصاد عن الحديث عن السياسه. هذه واضح ان المجتمع الدولي حريص على استقرار لبنان، لكن هذا الاستقرار منوط باستقرار اقليمي. في ظل عدم استقرار الوضع في سوريا وفي ظل اكتساح إيران للمشهد السياسي اللبناني عبر حزب الله على حساب أمريكا والسعودية في نهاية المطاف، إلى أي مدى هذا البلد الصغير يمكن أن يحافظ على استقراره الهش في هذه المرحلة؟ تقريبا يعني هذا الأمر يتوقف أيضا على الحسابات الدولية، باعتبار أن إذا تحدثنا عن الأطراف الداخلية بمعزل عن القوى الدولية، الأطراف الداخلية تساير الأوضاع وتتوافق إلى حد ما وتبتعد، يعني المختلف جميعها تبتعد عن المواجهة والعنيفة والمسلحة كما حصل في 2008 وقبلها، وتجاوزت بصعوبة كبيرة جدا البدايات الثورة السورية، وحيث كانت هذه الأطراف في اختلاف وتباين شديد جدا كاد أن يدفع بها إلى المواجهة المسلحة. إذن الأطراف الداخلية تستبعد المواجهة وبالتالي تتجه نحو الاستقرار السياسي، لكن على المستوى الإقليمي والأطراف الإقليمية هنا نتحدث عن بشكل خاص حرب إسرائيلية مع حزب الله، وفي هذه الحالة قرار الحرب هو ليس بيد حزب الله، هو قرار إقليمي. إما إيران ستدفع باتجاهه في حالة ما اشتدت العقوبات عليها وحاولت يعني التأثير على أو التنفيس على نفسها بطريقة ما، أو قرار أيضا إسرائيلي، إسرائيل مقبلة على انتخابات، يمكن أيضا في إطار الصراعات الداخلية ولكسب الأصوات وغيرها أن تشن حرب جزئية وغيرها. فإذا الاستقرار، وحتى الاستقرار من هذا المنطلق يبقى هو في لبنان قرار إقليمي وليس قرار داخلي. طيب، يعني بالرغم من الصراع بين المملكة العربية السعودية وإيران في عدد من ساحات المنطقة وتحديدا في لبنان وسوريا، دعنا نبقى في لبنان، يعني
إيران سيطرت على المشهد السياسي اللبناني كما يقول مراقبون ومتابعون وكتاب كثر لبنانيون وغير لبنانيين من خلال حزب الله، سيطرت حزب الله على المشهد السياسي اللبناني. بالرغم من كل ذلك فإن السعودية تعهدت بتأمين مليار دولار إلى الحكومة اللبنانية كدعم في سياق عملية تأمين القروض والمنح التي ستذهب إلى الحكومة اللبنانية. كيف يمكن تفسير هذا الموضوع؟ تقريبا يعني السياسة السعودية في إداء ركزنا على لبنان هي المعادلة الإيرانية السعودية في لبنان هي معادلة غير صفرية. لو نأخذ مثال مثلا تكاملية، لا المعادلة غير صفرية، يعني كل طرف يمكن أن يتنازل جزئيا عن بعض مصالحه. لاحظنا يعني لكن ماذا بقي للسعودية؟ يعني سعد الحريري خسر ثلث قوته الانتخابية في البرلمان اللبناني، والسعودية جزئيا هي المتسببة في بشكل أو آخر في هذه الخسارة بدليل ما حصل مع سعد الحريري في المملكة العربية السعودية قبل فترة. إذن بشكل عام هي السعودية في انكفاء على المستوى الإقليمي، في انكفاء كما أشرت في بداية البرنامج. إيران رغم ما تعانيه من عقوبات هي متقدمة خاصة في سوريا، وهي تسوق على أنه انتصار كبير جدا في اليمن، استطاعت أن تفشل الجهود السعودية رغم أن مسألة الحوثيين واليمن هي مسألة أمن قومي للسعودية، لكنها فشلت في ذلك. فيعني إذا خسرت السعودية جزئيا، إذا خسرت في اليمن، فمنطقيا أو أن تخسر أيضا الساحة اللبنانية لصالح إيران. والتنازل سعد الحريري في مسألة كتلة النواب الستة السنة المؤيدين لحزب الله، فهذه شكل من الانتصار لإيران على السعودية في لبنان. طيب أشكرك شكرا جزيلا أستاذ يحيى. أعزائي المشاهدين، وصلنا لختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي معي في الاستوديو يحيى بوزيدي الباحث السياسي، وكذلك عبر سكايب من بيروت الصحفي سوسن مهنا الكاتبة الصحفية، وكذلك السيد وائل نجم الباحث السياسي. نعتذر منكم لعدم تمكننا من الوصول إلى السيد قاسم قصير الصحفي اللبناني لأسباب خارجة عن إرادتنا. كل الشكر لكم، في أمان الله.